الدوامة مع محمد الخماسي. هي فهم على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا ان نتقابلوا في هذا الموعد اليومي في حلقه جديده من الدوامه الموسم الثاني. شكرا على الاستماع وشكرا لوفائكم الاي اف ام والبرنامج الدوامه. حلقه 3 16 جوان ل 4:12 دقيقه، ضيف جديد في حلقتنا لليوم. ضيف اليوم من بين الاسامي اللي حضورها ديما يكون مميز في الاعمال اللي شارك فيها، بين الكوميديا والدراما حضوره يكون بارز، بدايته بالمسرح والمسرح حب غير مشروط بالنسبه لي، في تجربه تفوق ال 35 عام كممثل محترف، عديد المشاركات في الاعمال التلفزيونيه من بينها واهمها عند عزي شوف لي حل نسيبتي العزيزة، دار الخلاعة وغيره، حاضر في السينما زيادة، مشاركة في عديد الأعمال وعديد الأفلام، خذ أيضا تجربة الإنتاج آخرها كمنتج منفذ في عمل رمضان السنه، عمل ضجة كبيرة رمضان 2020، مش حكيوا عليهم بعد بأكثر ديتاي، لكن قبل هات نقول لي أنا سعيد جدا باستقبال ضيفي لليوم الممثل إكرام عزوز. إكرام مرحبا. مرحبا بك محمد، وتحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة تي اف ام، وأنا سعيد جدا أني في الدوامة، معناها رغم اللي اسمها الدوامة يخوف الاسم شوية، أي أما ليه، ما دامني سمعتها برشا مرات شكرا، ففرحان بها برشا، ربي يفضلك. سعيد جدا بحضورك بحذايا اليوم. برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا، باش نعطيك تقراه من ثم نبدأ الحوار. افيك بليزير، تفضل. يشرفني أني ألتزم التزام أني ممضي أسفله. إكرام عزوز، أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة، وأن ألتزم بقواعد البرنامج، وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وتحمل المسؤولية فيما أقول. الضيف إكرام عزوز. الإمضاء تقبل؟ أي بيان سور، تفضل. لو كان يلتزم الكل في جميع البرامج بالحكاية هذه، تونس تاخذ شكل آخر. شكرا، بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك يعيش في الدوامة. الدوامة. أول فقرات الحوار معك سي إكرام، نبدأ ونخرج للشارع التونسي نسألوا على ذي في برشا أسئلة سألوهم التوانسة. السؤال اللي تعاود برشا على 27 مش باش نحكيو عليه توا، باش ياخذ جزء مهم في حوارنا من بعد، لكن هات نمشيو بالتسلسل. باش نعطيك سؤال تقال لي زادة برشا، كنت معلم سي إكرام؟ أي كنت معلم. كنت معلم به. السؤال اللي تسأل، أما خير ممثل منتج ولا معلم؟ هذا السؤال الأولاني. والسؤال الثاني، عندك شي أعمال جديدة في المسرح؟ اي انا نعتبر روحي مربي، معناها في وقت اللي نقرا في كليه الحقوق في نفس الوقت قريت مرحله ابتدائيه، وتشرفت انه من تلمذتي بعض اللي حضروا لي في عروض وذكروني بسيدهم إكرام عزوز المعلم. شنو تقري الماده اللي كنت تقريها في الابتدائي؟ انا كنت معلم بيلانج، معناها نقري اللغه الفرنسيه والعربيه، اللغه الفرنسيه والعربيه، وحاجة باهية أنك تقعد بعقلية المربي، لأني نعتقد أنه الفنان والممثل مصلح اجتماعي يقوم بدور يشبه لدور المربي، ويحافظ على صورته كما يحافظ عليها المربي، لأنه يحب يكون قدوة. طبعا قدوة، وأنه بشي أثر أجيال وعنده مسؤولية كبيرة قدام الجيل هذا. السؤال الثاني، عندك شيء جديد في المسرح؟ أكيد قاعد نتمرن أنا وخويا جمال مداني في الإخراج، ونص لي الأستاذ محسن بن فيسة، ومعايا لبنى نعمان، ومعايا محمد علي المداني. مسرحية برؤية جديدة بحكاية أخرى، تحكي على وضع الفنان وعلى على اللي صاير الكل بطريقة ضامرة ساخرة. ساخرة أكيد. ضامرة المسرحية، نص ضامر. إذا كان إخراج جمال المداني ما تنجم تكون فيها لمسة جمال الحلوة، ومحسن بن فيسا يكتب الكوميديا بشكل حلو، وهذا مشروع كان مرشح له قامة فنية تونسية في السابق اللي هو نور الدين عزيزة، أتشرف أني نكون فيه. واضح. السؤال من بعد ما خممت فيه وان منشور لا حاجة، تو سؤال هكذا. عملت مونودرام اسمها سيلفي مع الطاهر عيسى بالعربي والمرحوم أحمد عامر، تجولت بها في ما يقارب ال 15 دولة، معناها بين أجنبية وإفريقية والهند، ومشينا بها المغرب وتزاير وعدة دول والسودان وإيطاليا وفرنسا، فخدمت مونودراما
مش وان مان شو معناها بنيونس صغير اي بنيونس مختلف صغير. لكن ما زلت اعتقد انه العمل المسرحي الفردي اللي عملت له انا مهرجان دولي المونودراما بكارتاج في تونس وصاروا دورتين بسمعة عالمية اعتقد انه المونودراما عندها مكانها في لانه ثم اشكالية انتاج في الاعمال الضخمة كما طبعا. كان قبل لكن المونودراما عندها إمكانية الولوج أكثر وتقديم صورة على مسرحنا التونسي بأقل إمكانيات ممكن. واضح. شكرا لك سيد كرم عزوز. باش ناخذ فاصلة صغيرة ومن ثم نرجع نحكيه معاك على فرقة مدينة تونس العلاقة معها اليوم كيفاش نحكيه أيضا على 27 وعندك شي خبر تمنى على القليل على سيد مرسي بوعسيدة لباس ليه مفقود اليوم يسري بوعسيدة عفوا يسري بوعسيدة تمنى عليه صحته لباس ليه نحبوا نعرفوا وين مفقود. فاصل صغير ورجعين. يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم كملين حوارنا مع ضيفي الفنان الممثل اللي نحبه برشا ونقدره برشا سيد كرم عزوز موجود بحذنا هوني. عفوا غلطة صارت نقصدو يسري بوعسيدة راهو قلنا مرسي بوعسيدة سبحان الله تصير الهفوة به. نتعديو معاك أول فقرات حوارنا توت سويت. زون فيرت نبدأ معك أنت سيد إكرام. تعتبر روحك من الممثلين اللي يخذوا حقهم في تونس ولا حقك مهضوم نقوله ما تستحق أكثر من هك؟ لا أنا نعتبر روحي من الممثلين محظوظين برشا لأني تعاملت مع برشا مدارس مسرحية مسلسلات بأشكال فنية مختلفة جاتني فرص للتعامل مع مخرجين أجانب كما الجزائري رشيد بوشارب في فيلم أورلالوا في الدراما أسامة رزق سواء في الزعيمان ولا في زنقة الريح عمناول كان دور حوات ودور هام برشا في المسلسل. لكن التجربة هذه الكل علاش ما فماش دور بوتولة مثلا علاش مش تدى فيه شكرا مع الزوز علاش ما مش في حجم الجينيراسيون اللي بديت معاها مثلا. أنا مثلا في عام فرج تدى فيش معناها كانت تجربة رائعة جدا في الكرياسيون بتاع الفانتايا في باب الحارة 2100 كنت البرمير رول باب الحارة 2100 أي اللي هو تعمل وقتها يوم بارودي عملتها هيفا عرعار معايا عزوز الشناوي يرحمه صراحة فخور به العمل سيكرامة هذا أي شافوه توينسة بعد ما فات لأنه وقت اللي خرج خرج في خضم شافوه توينسة في 2100 وبعد شافوه بالحق برشا جاتني ملاحظات علاش هذا ماريناشي. الحاجة المشكلة في تونس انه عندنا توندونس ان ذوقنا يولي قاعدة عامة راهو ثم ناس عجبها اعمال اللي انت ربما ما تعجبكش فباب الحارة اعجب برشا ناس لكن برشا نقد جاي عليه غير اللي مع ثم ناس ما يعجبهاش شفتوا العمل نعطيك مثال شفتوا العمل وقريت النقد اللي جاي عليه قريت الملام الكبير اللي على على النص اللي كان ضعيف اللي درجة الذمار اللي كانت فيه السهل جدا استسهل ستون بارودي حنان الشقراني تعرفت في دور البوليسة من أروع من خدمة حنان الشقراني ريم الزريبي المسترجلة معناه يد كومبوزيسيون كل عمل فيه إيجابيات وفيه نات. أما أنا اكتشفت أنه ديمقراطية الفن مفقودة في تونس خاطر أنا ما نحبش البيتزا فكن كل واحد يجيب شي ياخذوا بيتزا كات سيزون نقول له ليه ما نحبش حتى في الدنيا العاديه نغزروا له غزره نتاع شبيه السيد مختلف غريب راهو الاذواق تختلف النجم نلقى هينات في عمل لكن ما ثماش عمل بكله هينات صحيح راهو ثم ان توندونس نتاع اذا كان شكرنا عمل برشا اللي غيره يلزم يظهر خايب برشا لكن فما بعض الأعمال اللي يتفقوا عليها التوينسة الكل مثلا نعطيك شوف لي حل اليوم شوف لي حل يحقق في أرقام كبيرة بسبب مشاهدة هاو الذوق الكل يمشي للشيرة هذه مثلا هبني خورايك زادة في بعض الأعمال الجديدة الأعمال اللي صارت رمضان هذا شو أنا شوف لي حل إن كومبوزيسيون من أعلى مستوى لانه اللوريل يا اردي تونيزيان روح التكنيك نتاع الكوميديا اشكال وانواع برشا قايم على النيونس بين كامل تويتي وسفيان شعري على دار الوزير علاش ما خطفش لانه يا با اللوريل يا اردي ثم كيما النوت غراف والنوت ايغو في الموسيقى تخلق هارموني ثم تسيب كمال وحده والكلهم يحبوا يعملوا اردي فراهو ثم حاجات علميه في فن الاضحاك طبعا. في تركيبه العمل الدرامي معناها هذاك علاش اعتبر انه
عندنا برشا نجاحات تحققت في الدراما التونسية مي اي ابري من بعد. هل صنعنا ماكينة بتاع الدراما النجم نسوقوها النجم نبيعوا بها وجه تونس النجم نخدم وراه في دزاير شخصيات شوف لي حل وشخصيات المسلسلات نسيبتي العزيزة مثلا نجوم في بلدانهم راهو كي نمشي لدزاير اللي نعملوا سلفيات أكثر من اللي نعملوا في تونس. معناه أنا التوى مستغرب كيفاش ما نخدموش على الحكاية هذه إنتاجنا الثقافي والدرامي ينجم يربحنا على مستوى التنموي وعلى مستوى اقتصادي شيء كبير. أما مشكلتنا ياسر ولينا نقاد في السياسة وفي الدراما إلى درجة أن نعملوا أعمال ونقتلوها نخنقوها باش نجم نقولوا عنا عمل ناجح. باهي خليني أخذ رأيك في الأعمال الكوميدية اللي في رمضان 2020. نحكي على دنيا أخرى والحجر الصحي مثلا تبعت شفتم؟ أي شفتم أنا أولا الحجر الصحي عجبني في الكومبوزيسيون معناها حاجة مختلفة وضامرة وحلوة ومجموعة من الممثلين الكوميديين اللي عندهم دولة سمباتي شيء كبير. باش نزغل الجانب اللي أنت معلم على عشرة قداش تعطيه؟ ديما أنا بالنسبة لي معلم متساهل برشا نعطيه ثمانية. 8 على 10 الحجر الصحي. دنيا أخرى قداش تعطيه؟ 7 على 10. 7 على 10 عجبك سنة؟ أنا بصراحة ربما في بعض قسمة تخيان قلقني شوية ما عجبنيش نوع من الكوميديا وحكيت أنا وكريم وبسام حتى كي كنت باش نخدم فيه قلت لهم راهو سي ثم حاجات تمشي مع واقعنا ومجتمعنا وثم حاجات لا. كنت قاسي زادة في كلامك على قسم التخيم قلت عليه كلام أنا بالنسبة لي كالراجل اللي يطيح سرواله وتلوحه من الشباك لا ثم حاجات راهو بيناتنا تنجم تمشي في السينما الإيطالية لأن يعني مجتمع تركيبته هكاكا. أما هنا في تونس الكل قرأت عمر الراجل اللي صار له الشيء ذاك وقرأت مازلنا عنا نوع من المحافظة في حتى في الذوق قد يكونوا هم عملوه بحاجة خشينة ياسر. أما أنا مشكلتي نقيس على ما يمكن أن يقلق جمهور لأنه رغبتي أنه التوينس الكل نحبوا أعمالنا الكل الأعمال تكون قائمة بالأساس على احترام هذا اللي نفهمه من كلامك. به الثنائي بسام وكريم تعتبرهم ثنائي ناجح ولا في بعض الأحيان يظلمهم النص الكلام اللي تقال برشا مثلا على الأعمال اللي يحضر فيهم كريم وبسام يقولوا ساعات النص ما يقللش من قيمتهم الفنية لكن يقلل من قيمة العمل. شو راهو الماكينة كي تدور برشا تهري راهو معناها بالنسبة للثنائي من نوع ذاك أولاد ليزاد ودي بوتنسياليتي ترعب عطيانهم الفرصة لأنهم يظهروا ويغيبوا حلوة برشا. راهو صحيح عندنا مشكلة يقول لك اللي يغيب ربما تنساه العباد وربما شهرته وشعبيته تطيح وهو العكس لمين نهدي هو عنده يجي 3 سنين يحضر في عمل العباد تسأل وقتاش ممكن يحضر لأنه يقعد بك الشارم متاع شنو الجديد اللي بش يخرجه الغياب يخلي اللهفة كي تشوفوا أنت كل أسبوع مرتين وثلاثة واحد معناه ما عادش تحس مستهلك مفاجأة مستهلك يولي أي يمشي للاستهلاك لأنه ثم حاجتين لا بريزونس دان كرونيكور شيء والكوميديا اللي تنجم تعشق وتتعلق به شيء آخر لأنه ترى فيه لكمبوزيسيون ترى فيه الشخصية فتح الهداوي معناها غاب وظهر في 3 أعمال معناها رجع 10 مرات نجوميته القديمة. أما تصور فتحي لو كان بالغ في الحضور في البلاتو ما يظهرش المفاجأة متاع الكمبوزيسيون اللي عملها فتحي. تعتبر اللي ثنائي كريم وبسام كان يكملوا بالطريقة ذي يستهلكوا مخزونهم أو استنزاف مهاراتهم نقول أنا نحبهم ونعرفهم أذكياء. بسام خرج بالمسلسل أثبت أنه بسام الفنان اللي عنده أحلام مختلفة على أنه يكون مستهلك. كريم عمل له بريزونس تري سمباتيك في المسلسل وقادر أنه يعمل برشا حاجات أخرى حلوين. عجبك دور كريم في قلب الذيب؟ تمنيت لو كان دور أطول
لانه بصراحه الفكره نتاع عطي بظهره شخصيه هكا غامضه مختلفه وغامضه وواحد كان ينجم يتخدم عليها اكثر لانه كريم ممثل بالاساس. وصلتني للقلب الذيب باش نحكيو على قلب الذيب ونحكيو على 27 بعد شويه. باهي قلب الذيب بسام الحمراوي نجح كمخرج في اول تجربه ليه؟ انا اللي لاحظته بصراحه ثم نوع من التجني على المخرج اللي يخدم اول عمل ليه. نحن كنا قبل نقولوا معناها سامي كعمل مكتوب معناها خذاء شخصية كما يوسف بن يوسف في الإنارة وخذاء أهم تقنيين باش تعطات له الفرصة باش سامي ولا يونيكول ولا كي تشوف خدمة سوسن تفهمها اللي في نفس تقريبا اختيارات سامي اللي ولدت انسينياتور. فعلى أساس أنه أول عمل بالحق بسام مشروع مخرج حلو ياسر نجح فيه. اي نجح. لا نجح نجح. انا بالنسبه لي راهو اللي يعرف الماكينه من داخل يعرف اللي كل من نجم يوصل العمل نتاعو راهو مجهود كبير وراهو ماهيش حكايه سهله. راهو ثم مخرجين تتوفر لهم 6 أشهر بريباراسيون وتتوفر لهم 5 أشهر تصوير تحضير طبعا تتوفر لهم امكانيات فما نجموش نحكموا بنفس الاليات. باهي هو سؤال باش نسرقوا على وقته انا ما نجمش نشد روحي سامحني سي كرام. يسري بوعسيده اي نجح كمخرج في 27 نعم ام لا؟ تو نرجعوا بعد ملف وحده هو ملف وحده أي. 27 اي نجح. اي انا بالنسبه لي نرجع لحكايه خاطر يسري شفته في القناص وشفتوا في فكري وكسلان 27 تقدم على أعماله السابقة في 27 ثم سينياتور كيما بلو تقدم لا يعني أنه نجح ينجم تقدم دون المطلوب ولا دون المعدل اللي خليه ينجح. لا كي تلقى أنت الرهان بتاع المسلسل اسمه الجيش الوطني هي. واسمه معناها أم بلاتو كبير بالشكل ذاك راهو بيناتنا وفي شهر ونص تصوير وبريباراسيون راهو كأنك عطيت الأناتليت عباد تعمل 10,000 كيلومتر وهو معناها تقول له إجا أعمل 20 بولها وبعد قوم اجري. كلها أسباب سيكرا كلها أسباب تلقى في أعذار يمكن نتفهم. أنا اللي ريته نتمنى له يسري ظروف مخير حتى اتاكد انه نجح ولا باش نرجعوا للعمل هذاك. تقول لي راه يمثل المؤسسه العسكريه ولا بقيمه الرهان يحكي على الجيش الوطني. نقول لك في نفس الوقت ما نعرفش لسوء حظكم ولا لحسن حظ مصر فما مسلسل كيف كيف 17 مليار الاختيار هوني الامكانيات تفرق مدرسه ومؤسسه كامله مصر في صنع الدراما 17 مليار قديش تكلف العمل؟ 850 من التلفزه التونسيه و 850 منين؟ و 2 مليار 400 لا مازال ما ثماش 850 الاخرى ما ثماش و 2 مليار 400 الحرق معناه تقريبا معناه لا خليها في 27 27 لا الاعمال الدراميه الكل 27 المتفق عليه مليار و 700 كان العمل اي ما تعطاتش مليار و 700 اي باش نرجعوا لهم بعد و 850 مازالت ما تعطاتش بيدها باش نحكيو فيه 27 اي باش نحكيو فيه من يتحمل مسؤوليه هذا الممثلين اليوم يقولوا فما عملية تحيل تعرضوا لها انت هبطت تدوينة تو نقراوها من بعد قولوا شنو قلت طمنت الممثلين يسري بوعسيده وين؟ وينه يا خويا طمنا عليه كان انت تكلم ولا كانت نجم تحصل عليه؟ لا 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 يسري بوعسيده يتابع الملف لانه يهمه انه الممثلين يخرجوا على اتصال بيه انت؟ بيسر يوميا يوميا راهو ماناش مش مطالب انه يخرج ويصرح اي راهو كي تبدا عندك طمن عليه حالته الصحيه لاباس اي عمل عمليه اي في بين وتعب برشا في الفتره هذيك وخدم حتى الكنزيام جور بتاع رمضان يحضر في الحلقات باش كملهم فبعد مجهود بتاع بريباراسيون تصوير ومونتاج حتى الواحد تخلى عمل العمليه وهذاك علاش خذا مده مسكر التليفون نتاعو ثم دخلنا في اشكاليات نتاع تسويه الشؤون الماليه. افضل عمل درامي بالنسبه لك رمضان 2020؟ انا نعتبر انه نوبه مس اكثر عدد ممكن من المشاهدين. نوبه 2 مره اخرى ياخذ جائزه افضل عمل رمضاني مقارنه بولاد مفيده ليه؟ لا حتى ولاد انا في درجه ثانيه ولاد مفيده لكن معناه الذكاء الكبير
نتاع ولاد مفيده، انه الى جانب الحبكه اللي فيه والى جانب اداء الممثلين الجميل، سوسن عملت برشا باش ولاد مفيده خرج من دائره الامتعاض، لانه الجزء الخامس قال اللي يمشي مشيه خايبه نهايته تكون خايبه. فهذا ذكاء كبير برشا باش في المضمون ولاد مفيده ما قعدش بالاستهجان اللي كان عليه قبل. ولاد مفيده يتحصل على جائزه ام بي سي لافضل عمل درامي رمضان 2020 في المغرب العربي. ياسر محبوكه والممثلين معناها اضافه فتحي، قبيل السياري، نضال ما شاء الله عليه، عزة معناها اكتشاف رائع جدا. وسوسن سوسن الجملي معناها من اللي كانت ناسيستونت، سوسن واعدة أنها مشروع مخرجة كبيرة في تونس. قلت في يوم الأيام فما قنوات ما يتفرجوش فيهم في الجنوب، ما يتفرجوش في أي، فما قنوات في الجنوب التونسي، خاطر نحن مسرحيين نتجولوا في أنحاء الجمهورية الكل. فاكتشفت أنه الجانب المحافظ الموجود في عدة مناطق من الجمهورية التونسية منع نوع معين من القنوات اللي نسميهم نحن قنوات الإثارة وقنوات البوز وغيرها. قنوات الإثارة في تونس؟ الإثارة مش الجنسية، لا كي تزيدها الجنسية تولي الإثارة. ما هو إثارة واضحة لنا، لا كي تجيب أنت امرأة عندها قطوس علق في شجرة الإثارة شنو اسمه قطوس؟ فتفوتي هاك تتبع في الاحداث فتفاتي؟ لا يلزمني نتبع الاحداث. انا اذا كان فنان ما يكونش ملتصق بل يصير في مجتمعه سماح، اما ان لا اتاثر به هذا كواجبي. زاد مشهوره اليوم فتفات حكايات راهو بيناتنا على قدر ما حاجات كيما هكا ولينا نقولوا هاو موجوده الشيء هذا. مي موجوده في وقت اللي ثم لونتين دو، وقت اللي ثم الكانال 5، وقت اللي رايونو. ثم القنوات زاد الطابع الثقافي والقنوات الجديه. راهو مشكلتنا في تونس ولينا نحبوا نعيشوا بموديل واحد، ولينا اون انتيميد لوتر اللي يخدم بطريقه مختلفه. صحيح. ولينا نحب ونمشي وبطبق واحد. الاختلاف ولا كانوا مش مقبول في هذا، باش نرجعوا لهم بعد شويه. بنحكيو ايضا بعد على فرقه مدينه تونس للمسرح، نحكيو على العلاقه بلدية تونس، شو الاشكال سويت الوضعيه نعم ام لا، شنو رايك انت تعيش في الميدان وموجود عندك اكثر من مره تنجم تقولوا في النقطه هذه، والملف الكبير اللي مخليه لك 27 باش نحلوا عليه الكتاب من بعد نحكيو فيه. لكن قبل هيك نحكيو شويه في الجانب الشخصي، نقربوا لك سيد كرام عزوز ونعرفوا عليك بعض الجزئيات. أول سؤال نبدأ به كرام عزوز، الكونفينمون فترة الحجر الصحي كيفاش عديتهم؟ خفت في يوم الأيام من الكورونا؟ خفت على عائلتك؟ شنو هو الإجراءات اللي خذيتهم بصفة عامة؟ هو كي كل توانسة أكيد خفنا من الكورونا، لكن معناها في تلك الفترة نحن نشتغل على موضوع اسمه شهداء الوطن من المؤسسة العسكرية، وانا قربت للمؤسسة العسكرية وشفت ابطالها وشفت حتى الابطال المؤسسة الامنية، وفهمت اش معناها شخص يخرج على خطر التوانسة يوميا وعائلته ما يعرفوش يرجع حي ولا ميت. صحيح. فاستصغرت روحي برشا واعتبرت انه الخوف من الموت نوع من الجبن، تاخو كل احتياطاتك حتى ما تمرضش غيرك. اما مشكله المرض مش يخصك انت وحدك، فباش ما تعديش غيرك تحمي. اما انه اذا كان يلزم كيما الله يرحمها الطبيبه اللي ضحات بحياتها باش منعت برشا ناس، ثم حاجات صارت بالحق في لزو فيك في البيل بالضبط، باش تخلي العباد بالرسمي يراجعوا الى اي مدى نكونوا انانيين ونخموا في رواحنا وننساو محبتنا لهالناس اللي دايرين بينا. واضح. سؤالي الثاني، قديش نسبة الوفاء في الميدان الفني؟ قديش فما أوفياء؟ في جميع الميادين ولا ثم إشكالية في المعاملات، ولينا ترو أجريسيف، ولينا نقراو الخايب في بعضنا برشا، وعندهم الحق لأنه اللي تلدغ من الحنوشة يبات يستخايل،
ولا اللعب بعشانة معناها. وليت بالرسمي تسمع ممثلين يضربوا ستة أعمال ويسميهم لك ما خلصش فيهم. إيش معناها؟ معناها نحن ساعات واحد عون ما يخلصش شهر من إدارة قريب نجرمه السيد ويقولوا له، فما بالك قطاعات ولات فيها السكروكري ولات فيها القلبة ولات فيها راهو حاجة مخطرة برشا. نحاولك أدوار مثلا في أعمال، فما فنانين ينحيوا أدوار ولا فما فنان ولا مخرج مثلا يقول ما نحبش إكرام عزوز يكون موجود؟ هي نقصت شوية لسبب بسيط، لأنه قبل كانوا المخرجين يعودوا لهم 7 و10 أعمال و15 عمل، فديما عنده ديزاسيستون. قوة ليزاسيستون هي اللعبة هذه. كرام عزوز، لا كرام عزوز عنده مشكلة وما يحفظش يقولوا ما يحفظش النصوص، أي حكايات من نوع هذا. وأنا لا يتقال عليك كرام عزوز لو يقولوا ما يحفظش النصوص، إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش صحيح. لأنه إذا كان كل عام عندي زوز وثلاثة أعمال يخرجوا سواء على وعندي المسرح، ما نجموش ما نحفظوش النصوص. نحن ساعات اللي يسمعنا نعاودوا في النصوص متاع المسرح يدوخ، يقول هذا الكل تحطه في مخك، فما بالك بمشهد تقدمه ومن بعد تمشي على روحك وتحفظ اللي بعده. ليه هذاك؟ علاش قلت لك راهو التقييم الفني لكلكز اسيستون خلى بالحق بعض الناس تقعد في كادر معين. الأدوار اليوم كيفاش تتعطى؟ تقسيم الأدوار كيفاش يكون؟ المخرج، المخرج 90% توا، وبرافو الخوي عبد الحميد بوشناق لأنه جاب مجموعة معاه من تياترو يعرف إمكانياتهم، يعرف وين ينجم يوصل معاهم، يعرف روحهم الفنية وكتب بهم معناها العمل انتليجون. علاش نشكر في نوبة على الجانب هذا؟ قبل كنا الأعمال تتكون من قاعدة في قهوة، موضوع يكبر يتطور، معناها توا وليت نص يوافق عليه والمخرج يولي كل واحد عطي ولي تصاور، هذا ينجم يجي في كذا. هذا خلانا ممثلين يقعدوا في نفس الأدوار، لأنه اللي شاف نهار موظف يولي ما يراه كان في دور موظف، اللي شافها خديمة يولي ما يراها كان في دور الخديمة، فريف الثري والشريف الشريف. إمكانية استغلال الممثلين، الطاقات بتاع الممثلين اللي عندنا. مع الرأي اللي يقول بعض الأدوار تتعطى في السهريات، تتعطى بالوجوه، تتعطى ولا ما نحبهاش الحكاية برشا، لكن موجودة نعم أم لا؟ لا أنا سمعت، أنا سمعت ما نكذبش عليك. علاش ما نحبهاش؟ لأن إذا بعدها نجح السيد وخلي تتعطى في ما نعرفش وين، خاطر المخرج سيتون سينياتور. إذا كان يرضى أنه يتعدى له واحد ديغولاس على حساب خدمته ما عادش باش يعاودوا له. راهي معناها دوامة، هنا رجعنا للدوامة. معناها الفو ريسير باش يعاودوا لك. فاللي يعرف وين يلقاهم، لأنه ساعات اللي سمعته أنه حاجتك بوحدة في دور راقصة ولا في دور كذا، وانت تسهر في بلاصة فيها راقصات ما ثم حد شيء يمنع أنك حاجتك بالراقصة تجي، أما مش بالشكل اللي هم يوصفوا فيه. واضح. به تحضر اليوم في الكاستينج، تمشي تقبل تعمل الكاستينج ولا ما نخبيش عليك؟ نمشي كي يبدأ المخرج أجنبي. السبب بسيط، سك اللي راني في دور أكيد تو يكلمني. واضح. خاطر مصلحته. به أصعب يوم في حياتك هو يوم للنسيان، ماذا بيك تنسيه النهار ذاك؟ أنا وفاة والدي، معناه من عام 81 لليوم بالنسبة لي من الحاجات اللي رجتني برشا، لأنه الله ليت مؤمن وربي فضل أمي تاج على روسنا، لأنه وقتها أمي صغيرة وأنا وقتها جافي 15 16 حاجة هكا، وتلقى روحك معناه داخل معترك الحياة، وأنا اللي سمعت الأخبار الأول وأنا اللي بلغت العائلة الكل، معناه سي تري دور. ربي يرحم. الله يرحمه. وفاة عادية ولا بابا؟ معناه إلي ديابيتيك، صار له أنيمي بليجي أفون، ومن بعد معناها علمونا اللي هو توفى. ربي يرحمه ان شاء الله. يعيشك يعيشك. وربي يفضل لك الوالدة. ربي يفضل. تعدي تو سويت. أليرت روج. أليرت روج.
قبل ما نبدأ في الأسئلة اللي تهم مسلسل 27، لوك مازال تو ظهر اللي شارك مازال بنفس الشخصية، مازال مرشاش للكح، لا نقصنا منه برشا. قالوا لك وتاك خليته سيكرام؟ لا لا والله لا، بالعكس أنا نعتبر اللي من الأدوار الحلوة اللي اعتز بها دور فيليب في 27، خاطر عندي إمكانية أني نشوف الباهي والخايب في أي عمل نشارك فيه. فإلى حد الآن أعتبر أنه لكمبوزيسيون دو فيليب وقيمة فيليب في أحداث المسلسل أسعدتني برشا. باهي، مسلسل 27 تعتبره تعرض الحملة ممنهجة؟ مسلسل 27 فما ماكينة خدمت ضد 27؟ ثم أكثر من حاجة. اولا ثم واقع تفرض على مسلسل 27، لانه بعض الناس تتفرج تقول لي يا ثم المشهد الفلاني والمشهد قداش عجبني وقداش ترى شنو، يقول هذاك تصور قبل الكونفينمون، يقول لي والمشهد الاخر حسيته كاينه مبكلي، هذاك تصور بوندون لو كونفينمون. نحن اللي صار هو ان اثناء التصوير نفس الاعمال تعديت بكل الظروف. راه سيد كرام نوبة لا. نوبة فما مشاهد تنحى وما تصوروش على خاطر جا الكونفينمون، فما مشاهد تصور في الكونفينمون. انت ومكانهم اولاد مفيدة كيف كيف قلب الذيب، قلب الذيب الوحيد اللي كمل قبل الكونفينمون. لكن اما انت ومكانهم في سير الاحداث، انت كي تبدا تخدم على على دي بوان فور. نحن ثم مشاهد تنحات هامة في سير الاحداث، لانه وقتها ما عادش عندك امكانيه انك تصورها، لانه فيها ما يقارب ال 100 شخص في الطريق، وفيها حتى تشابك بالايدي، وفيها ثم حاجات مكتوبه ما تنجمش تصورها اون فوا صار لو كونفينمون. نحن صورنا في الكونفينمون في المكان المغلق اللي هو الاكاديميه العسكريه، معناها منعت بعض الاحداث بالاكاديميه اثناء التصوير، وهذه ما يعرفوهاش برشا عباد. صار ان سوبسون نتاع مرض لاحد الممثلين، توقفنا 3 ايام، كنا باش نجهزوا بالعمل جمعه قبل البث. كي صار التوقف نتاع 3 ايام وقعدنا في نفس اللوتيل ما يلزمناش نخرجوا لانه ثم مراقبه صحيه للمجموعه الكل. فتعطلنا، كي كملنا ان جورني قبل التسليم الحلقه الاولى للتلفزه. فهذاك علاش ثم ظروف ما يعرفوهاش العباد، ومن حقهم انه يقول لك كانت نجم يكون قرار جريء من التلفزه ومن اداره الانتاج العمل، انه لكن الكل مثلاً يعرف مسلسل الحرقه على سعد الوسليتي كان ينجم يستنى. اما اللي صار هو انه الكل يعرفوا انه التلفزه قبل باسبوع كانت باش تعدي قلب الذيب، المحكمه رفضت، فكان ثم اصرار طالما انه المحكمه رفضت ما يمكنش انه التلفزه تقعد بلاش عمل. قلب الذيب انقذ الموسم للتلفزه الوطنيه، انقذ رمضان 2020. نتصور انه رمضان 2020 فيه دو لا ماتير بالنسبه للتلفزه الوطنيه، اذا كان هي ما عرفتش تسوق اعمالها، ما عرفتش تجيب ممثلينها وتحكي على العمل، ما عرفتش تدافع على انتاجها وتحضرهم في سهره العيد، فالتلفزه هي اللي اخذت بهذا الجانب، لانه في الاخر راهو من حق القنوات الخاصه ان تتنافس في انه متاعي خير واني نجيبهم في البلاتوات متاعي وانه نعمل لهم دعايه كافيه. فنحن الكل يعتقدوا انه سنه التلفزه الوطنيه عملت الحرقه، لانه الاشهار اللي صار الحرقه اكثر من اللي صار القلب الذيب والواحد اللي يتعداه معناه. فسنا ثم تقصير في هذا الجانب، لانه بصراحه لو كان الاذاعه الوطنيه على التلفزه قدمت هالملابسات اللي قاعد نحكي فيهم انا، كان ينجم بعض الجماهير اللي تتصل بالهاتف، لانه اللي يشوف توا على اليوتيوب برشا عباد عجبها راه وما همش عجبهم 27 اي ثم وكتبوا يا دي ستاتيو دوخ، راهو ارجع اليوتيوب تو فا ديكوفرير لي ثم التوانسه من حقهم انه يعجبهم. راهو نحن التقنيين نجموا نراو بعض العيوب، اما راهو ثم ناس اعتبرت انه يا الحمد لله وثماش جزء ثاني، ناس تحكي في حكايه اخرى مختلفه على ما تم هذا على 27 على 27
معناه تي تو رون كونت معناه بالحق. فما فما جزء ثاني عندنا التوانسه يحبوا الحزب عبير موسى، وعندنا ناس تحب النهضه، وعندنا ناس علاش ما ينجمش يكون التوانسه وحقهم في انهم يكونوا توانسه ويحبوا مسلسل 27. راهو المصيبه هي الحكايه هذه، ذوقي الشخصي انا كمذيع ولا كمنشط يولي هو المعيار، لاني انا عجبني ولاد مفيده. تجرب انت توا قول ولاد مفيده ما عجبنيش، تو تشوف اش يهبطوا دي كومونتير. لا لكن لكن سيد كرام، المذيع والمنشط قبل ما يجي ثم تشويق كبير صار، لكن كي حضر حلقته راهو يرجع للعباد اش قالت، يرجع للعباد اش قالت، يرجع للنقاد اش قالت، يرجع لاهل الميدان اش قالت. لا لا شو النقاد راهو بينا، فما برشا كلام، فما برشا اخطاء، فما برشا اخطاء، فما مشاهد اليوم راهو ولا يعملوهم دي فيديو جاك مثلا نتاع الكرهبه، اللقطه الشهيره هذيك تعرف اللقطه الشهيره نتاع الكرهبه اللي هي في للي يعرفوا المونتاج، كانت تنجم تتحط معناها عروسه وتتصلح الحكايه هذيك، اما ما تحطتش لانه 25 فوتو عندك قانونا في قانون المونتاج، في ال 25 فوتو ما تتجاوزش 5 فوتو ما تظهرش بالعين المجرده حتى حد ما شافها الكهرباء فارغه. فكي يبدا عندك دي مونتور انت يجبدوها ويقصوا ويحط، فراهو كي نحكيو على حمله ممنهجه. فما حمله ايجا شوف المسلسلات التونسيه الكل كي كانوا ما يتحاربوش على البث كانت تتعدى برشا اخطاء اكثر من هكا. يا اخي عملناه في زنقه الباشا واحد امبيرش في الشون وماكيوز ماكيوز مبنكه في وسط الواحد في الشون. اي معناها راهو هذوما اخطاء تصير، اما السناء اكثر عام لانه ثم اشكاليه نتاع شهر أكثر عام، حاولنا نحاربوا بعضنا للحصول على الإشهار لجهة معينة دون أخرى. واضح كاني نفهم من كلامك فما بعض الجهات من غايتها أنها شو راهو اللي خدموا، مش باش نقول لك سمي، لا لا مانيش باش نسمي، مش باش نقول لك سمي، كي تدخل قنوات فما قنوات في بعضهم، أي ثم واحد دي يوتيوبر كي تدخل تلقاه يخدم في قناة عاملة إنتاج السنة معناها عيناني. ناخذ فصل صغير ونرجع لك نكمل معك حديثنا، نحكيو على هشام رستم شنو قال في موضوع يسري بوسيدة ومستحقاته المادية، وموقفك أنت من الممثلين اللي متحيرين لليوم، هل تعرضوا لعملية تحيل؟ نعم أم لا؟ الإجابة بعد الفصل. الدوامة هي فيم على راديو، مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم وصلنا الجزء الاخير في حوارنا مع ضيفي الممثل اكرام عزوز، نحكيو على العمل اللي عمل بوليميك كبيره، نقول مسلسل 27 يدافع عليه من حقك طبعا، عمل اللي خدمت فيه نقدر في كذا انه تقول عمل تعرض للحمله ممنهجه، فما بعض الناس من غايتهم انه ما ينجحش. لا ثم اشكال صغيره اللي انا هنا باش نوضحوا، راهو الكرونيكور اللي يخدموا في قناة معينة ما عندهمش حق يعطيوا رايهم في المسلسلات كي يجيوا لإذاعات أخرى، راهو ثم حاجات أنورمال. مثلا شكون معناها سونيا الداماني، سونيا تعطي رايها في ولاد مفيدة بصيفة شنية؟ معناها الممثل القانوني لقناة الحوار يعطي رايه في ولاد مفيدة ويقوم يقول لآخر، معناها حتى ثم طرف أخلاق في معناه أخلقت العمل الإذاعي، راهو أنا ننتمي إلى قناة معينة ما عنديش الحق نقوم نمجد العمل متاع قناتي ونقوم نسب في الأخرين. ذاك علاش قلت لك راهو النقاد ما تنجمش تكون سونيا ناقدة، راهو النقاد اختصاص، نسمع من محمد علي دمق ما نسمعش من أمين قارة، راهو دومين هذا خادمين فيه، معنا عنا دي سينياس وعنا ناس صحاح، مش برهان بسيس، مع كامل احترامي صحافي غول وان غرون مسيو وغول متاع سياسة ويعرف يحلل التحليل السياسي الرائع، راهو العمل الفني اختصاص انه تعمل، مش من حقه يعطي قراءة، مش من حقه يقيم قراءة في المواضيع، راهو اما ما يوليش عريف في الرؤى الاخراجية. ايه هو ما حكاش مثلا تكنيك، ما قالش لونجل هذا غلط، ما قالش اللونير، اخطر حاجة يسمي على بلاس بتاع المؤسسة العسكرية اللي هي طرف، معناه كيفاش يشدوا سلاح والا هل يسيء او لا يسيء، راهو مساله مخطره برشا، لانه كي تخدم عمل انت المصريين كي حطوا الاختيار وحطوا دي 7 مليار راهو جزء من المنظومه، انك كي تحكي على الجيش تحترم الجيش. مثلا 17 مليار كانت تعطاول لل 27 النتيجه تكون احسن من هذا؟ علي بنور قال من احلى السيناريوهات اللي قريتها في حياتي، هشام رستم شكر برشا السيناريو،
التنفيذ وإشكاليات التنفيذ. أنا متأكد لو كان لقينا إمكانيات مادية ربما يسري ما كانش يقوم بالإخراج. ونعرف شكون كان مرشح لأنه يقوم بالإخراج. شكون؟ اللي هو زياد ليتيم. زياد ليتيم هو اللي كان المرشح العام. زياد معناه من المخرجين اللي عمل أثبت معناه طبعا قدرة كبيرة برشا. فأنت باش تخدم على الجيش الوطني وما تحطش على القليلة 5 مليار راهو ثم حكاية توجع برشا. كي تبدأ اللجنة شاكرة برشا عمل بالشكل هذا ومن بعد تلقى روحك تعاني المؤسسة العسكرية راضية المؤسسة العسكرية بالعمل هذا؟ موضوع بصراحة حتى حد ما ينجم يتكلم في بلاصة المؤسسة العسكرية. علاش؟ راهو أخطر بيناتنا اللي بيننا وبين المؤسسة العسكرية كونترا ومراجعات. أي روتور بعد العمل عندكم شي روتور؟ لا أنا بالنسبة لي ما وصلنيش روتور. صديقك المخرج يوسف بوعسيدة ما عندوش روتور؟ لا 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 ما وصلنيش حاجة رسمية في هالمجال هذا. أما أنا اللي متأكد منه أنه برشا من الأسرة العسكرية والأمنية بعثونا دي ميساج وبكاو على مشهد الشهيد، بكاو على وقالونا برافو على الحديث على ما يمكن أنه يصيب عيلت شهداء الوطن من عدم صرف أموال وحاجات من راهو ثم أشياء أتو نحاول نهبطها في أقرب وقت. ثم مشاهد اقتطعناهم راهو لأول مرة تحكي في تونس على مواضيع حارقة وبالشكل ذاك. تشوف أمال علوان أم الشهيد مثلا لقطة زادة تمويل الإرهاب تمويل هذا اللي مس برشا ناس لأنه موقف سياسي. لكن طريقة غريبة شوية موقف سياسي كبير برشا راهو بيناتنا. قلق كما شوية تسمع هذا تسمع الآخر. قلق شوية 27 ليه فن برك به فن يخي عملوا لسيونس فيكسيون راه نمصار وسنين خدموا على 2100 باش يصير اي نهايه خي نحن ولينا بالرسمي ما عندناش ديمقراطيه. اذا كان ثم قراءه لواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد كي يبدا في صالحنا يولي يا محلاه معناه نرجع ما عاد نحكيه كان على الاجتماعي وكان على هذايا زطل وهذايا ضربته الكوره يا اخي تدمغ. ليه ثم مواضيع حارقه من حق الدراما انه تعطي راي وقاله. باش نقول لك راي نقابه الاهليه مثلا في مسلسل 27 قال عليه هوني في EFM في وقايه مع كوثر. دخل الكاتب العام للنقابه العامه للاعلام السيد محمد السعيدي قال انه العمل تعطى اليسري بوعسيده بتدخل من حزب سياسي اللي هو مش صحيح وبضغوطات سياسية. الحزب السياسي الكبير ذاك ما يرضاش انه يتدخل على انسان منين بالشكل ذاك. شكون الحزب السياسي اللي نحكي عليه؟ ما نعرفش. اما علاش نفيتوا انت تعرف شكون سيد كرام؟ جبد انه خو يسري بوعسيده رئيس بلديه رواد وهو ينتمي لقائمه النهضه. ما ينجمش يكون هو لانه كي ينتمي الى حركه من نوع هذا راهو تحطت امكانيات مليارات راهي تحطت. اما المصيبه انه ما تقلع العمل الا ما صار ضغط لقيمه التقارير اللي عملته اللجنه هذه الاولى. الثانيه محمد سعيد هنا في اللي فهم ما حكاش هكاك بدا بقلب الذيب قال مخرج لاول مره ومنتج لاول مره. يا اخي المذيعه داخت قالت له قلب الذيب معناها انتم راضين على 27 فتتوجع للدرجة هذه وتهزوا من حديث الواحد إلى 27 بصراحة خايبة برشا. ممثلة رأي زميلة كوثر البارش. لا 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 المنشطة اللي معاها جهين بن عبد الله هو جاء على خاطر منجي الخضراوي والإشكال الموجود مع منجي الخضراوي واضح. أجبدك في 27 راهو ساعات ثم نوع من التحامل كي تصنع راي عام كاره الحاجة يولي المنشط يدخل في اللعبة بشكل خايب برشا. أنا أنزه الإفام لأنه أنا من الناس لولانين اللي حضروا في الإفام على استوديوات وهي تتبنى. شكراً أي طبعاً. مع سي حامد سويح. أما بصراحة اللي عنده راي شخصي في حاجات كمن هكا يحتفظ به. شكراً على حرفيتك في النقطة هذه. به نقعد معك 850 ألف دينار الجزء الأول اللي تعطاه للمسلسل. أنت مثلا سيد كرام عزوز خلصت؟ لا بالطبيعة أنا ممثل أنا وصلت لأنه السوم مينيم نمشي البلاتو بليسونس وكرهبتي لأنه ما عندناش إمكانية أنه يوفروا لي كرهبة باش نجي نمثل. الناس الكل ما خلصتش؟ اي لا ثم اون افونس 850 مليون وين مشاو في الجزء الاولاني؟ 850 كي يبدا مليار و700 اي
ما ينجمش يكون خلاص الممثلين معناها داخل في الستمية الأولى اللي دفعتها التلفزة. التلفزة ما زالت ما خلطتش حتى الستمية ألف دينار. راه تعرفش معناها ستمية ألف دينار؟ معناها كيرا معدات وخلاص كاترينج وبلاتو، راهو نحن توا صارفين 450 ألف دينار عن طريق البنوك قروض. نحن صارفين الشيء ذاك والتلفزة ما زالت تتلكأ في الجزء اللي يخصها هي. راهو بيناتنا اليوم التلفزة ما عطاتش، ما زالت ما كملتش خلصت. يكفي أنها وصل لها الحلقة 15 من نهار ذاك ما عودتش صبت فلوس. راهو ثم حاجة زنقت الباشا عمناه الكمل على آخر مليم ونحن مازلنا في رمضان، رغم اللي فيصل بزين ما خلصش، رغم اللي الطيب بن عامر ما خلصش، رغم اللي برشا ناس ما خلصتش. راهو الحملة اللي صارت على 27 ومن بعد تلكأ التلفزة، لأنه موضوع المسلسل فيه حاجات تمس حتى الحياة السياسية، وفيه اتهامات لمال فاسد يستقطب في بعض الإعلاميين، لمال فاسد استقطب سياسيين. ثم ديزيماج قالت لأول مرة وبجرأة كبيرة في مسلسل 27، هذا اللي يفسر تقريبا أنه من الحلقة الأولى جابوا أسماء بن عثمان باش يقولوا لها علاش فشل المسلسل. تعرف اللي الحملة بدأت من البوند دانوس متاع المسلسل قبل رمضان بأربع أيام. تعرف اللي نحن قدمنا بوند دانوس فيها 3 مينوت كيفنا كي الحرقة والتلفزة مسكت مليح باش نحطوا 35 سكوند كهو. معناها فما سيطرة على التلفزة. أنا من كلامك اللي فما تدخل في التلفزة. أنا اللي نحب نقوله، المرفق العام يلزم يراعي الدعاية والرعاية الأعمال التي تقدم في المرفق العام. مش معقول يتعدى رمضان ويجي العيد تجيب ضيوف في سهرة العيد في التلفزة الوطنية، تجيب أبطال نوبة وتجيب أبطال أولاد مفيدة، وما تجيبش الناس اللي قدمت ال 15 يوم الأولانيين بتاع رمضان. سؤال أخير اللي غالب الوقت دهمنا معك سيد كرام عزوز، سؤال نكمل به حوارنا معك، حسب رأيك شكون يقود فيها الحملة هذه ضد 27؟ يقود لا، أنا ما نخبيش عليك برشا ناس ما عجبهاش وحقها. أنا نعطي الحق لأي شخص شكون يقف وراه؟ ما عجبوش شكون يقف وراه؟ نفس اللي قالوا المسلسل، المسلسل قال برشا حاجات. راه اللي يقرأ اش معناها أنا نقول له انزل عليهم بالفيسبوك ويعيشك وماذا بيك ما نحبش فرقة 27 تغلبنا. راهو موجود منه ما نعرفش على المسلسل وإلا على الفرقة 27 موجود منه. المساج هذه أنا قلتها في دوري في وسط العمل، إن شاء الله ما يكونش اللي تنبأت به أنا بالدور هو اللي صار للمسلسل. واضح سيد فيليب، محليكم. شكرا لك سيد كرام عزوز، سعيد جدا أن كنت بحذي مالوروزمون الوقت خذينا، الوقت تعدى معك بسرعة. شو أنا نحب أقول حاجة، قول اللي تحب. اللي راهو اللي صححت عليه ورطني، لأنه ما كنت أخفيه وكنت برشا سياسة كنت باش نخبيها، قلت بكل صراحة. شكرا. لأني أعتقد أنه هالحصة هذه هامة في هذا الجانب. شكرا. وإن شاء الله كل اللي يحضروا في البلاتوات يجاوبوا بصراحة، لأنه بالصراحة نبنيه. شكرا. راهو مش سهلة، بلادنا تحتاج للصراحة. شكرا، أنا سعيد جدا وعندي ثقة في كلامك. إن شاء الله كلامك يوصل لنا، إن شاء الله كلامك يغير. تمنى على صحة السيد يسري بوسيدة. لا لا بأس، لا بأس. قل له أقول لك حاجة نكلموا فيها نتحصلوا عليه. ما لا يعرفه الآخرون من الحاجات اللي خلات يسري بوسيدة ما يظهرش أنه ثم مسلسل على مستوى عربي وبطل مصري للمسلسل، وداخل برشا شركات بما فيهم شركات من بلدان أجنبية. تحب على يسري بوسيدة؟ سيناريو يسري بوسيدة، لأنه اللي حكاو على السيناريو. شكون البطل؟ مش إخراج. بين ظفرين محمد رمضان، ما خليها بينات. محمد رمضان قالت أي. محمد رمضان هو بطل عمل اللي يكتبوا يسري بوسيدة، هذا اللي باش نعرفوه في الأيامات الجاية. شكرا لك كرام عزوز، تحية لكم كل مستمعينا وين ما كنتوا. تستنيهم بعد شوية راسين كارين، سلم عليكم. أمين في الإخراج أمير طارق رامي، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي، أسامة السعفي تحية ليك. نخليكم توا مع الأخبار، نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا.